ايه اللي بيحصل في سوق السيارات دلوقتي، ويا ترى ايه هو افضل وقت للشراء والبيع، وايه توقعات الاسعار في الايام اللي جايه، وكمان ايه حكايه الدولار الجمركي. لو عاوز تفاصيل كمل معانا لاخر الفيديو وانت تعرف. بانكير نبض البنوك. مر وقت مش كتير على تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، ولكن بدأ يحصل توفير للدولار في البنوك للمستوردين وأصحاب الشركات، ومنهم طبعا مستوردين السيارات، وده لتلبية الطلب المتراكم على السيارات من ساعة ظهور أزمة نقص الدولار في السوق المصري. وبالرغم من كده الأسعار ما تحركتش بشكل كبير ناحية الانخفاض، وكل الكلام عن تخفيضات في الأوفر برايس زي ما قلنا قبل كده في بنكير، وهو المبلغ اللي بيحطه تاجر العربيات فوق السعر الطبيعي بعد مكسبه، وده عشان يتحوط من تقلبات سعر الدولار ويبقى مكسبه في الأمان. طب ليه لغاية دلوقتي أسعار السيارات ما نزلتش بشكل كبير؟ السؤال تجاوب عليه المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وقال إن انخفاض أسعار السيارات في السوق بيتراوح حاليا ما بين 5 و10%، ودي نسبة هزيلة جدا مقارنة بنسب وقفزات زيادة الأسعار في السيارات واللي وصلت ل 500% مرة واحدة. وشعبة السيارات شايفة أن تراجع ونهاية الدولار في السوق الموازية وراء الانخفاض في أسعار السيارات، وقالت أن في الفترة اللي فاتت كان في مبالغة كبيرة في أسعار السيارات وتجاوزت فيها بعض الماركات كل الحدود الحمراء، وده وفقا لتعبير رئيس الشعبة. طب إيه حكاية الدولار الجمركي؟ شوف حضرتك، الدولار الجمركي ده بيكون سعر استرشادي للجمارك بتتعامل بيه الشركات والبنوك مع المستوردين عشان لو حصل تقلبات في سعر السوق، يعني قيمة معينة لسعر الدولار عشان لو طلع أو نزل المستورد والبنك يضمنوا حقهم. واللي حصل بقى إن تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه أدى إلى زيادة سعر الدولار الجمركي من 30 جنيه ل 50 جنيه، وده انعكس على ارتفاع أسعار جمارك السيارات المستوردة، وبالتالي التاجر هيحملها على سعر العربية النهائي، وفي الآخر الزبون أو المشتري هو اللي هيحاسب على كل حاجة. وحسب بيانات الشعبة، زيادة سعر الدولار الجمركي تسبب في زيادة سعر العربية اللي كان جمركها 300,000 جنيه إلى 560,000 جنيه جمارك، وخلى الانخفاض اللي عملته صفقة رأس الحكمة مش قوي، لكن الانخفاض حالياً ما بين 5 و10%، وهو الانخفاض الحقيقي في السوق. وحسب بيانات السوق برضو، أسعار السيارات الصينية هي أكتر أنواع حصل فيها تخفيضات ما بين نسبة انخفاض 5 و15%. طب إيه الحل دلوقتي لو عاوز اشتري عربية جديدة؟ الأفضل زي ما بيقول كل خبراء سوق العربيات إنك تستنى شوية لغاية الربع الثالث أو آخر 3 شهور من السنة دي، بعد فترة من الركود والاستقرار اللي عاشها السوق في الربع الثاني من السنة. ولو عاوز تبيع فده الوقت المناسب قبل أسعار المستعمل ما تنزل أكتر من كده. كانت معاكم سارة مجدي من بنكير. بانكير نبض البنوك.